صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ كل شي بخير، كل شي هو هادك. اليوم كما كتشوفوا معايا كنفتح الشرجم باش نوريكم باللي باقي الظلام. راه دابا قبل 6 الصباح كنصور معكم هاد الفيديو، بغيت نشارك معكم النهار ديالي اليوم كيفاش غندوزو، بما اني غنقيل على برا. هي هذيك قررت اني منين نصلي الفجر غادي نبقى فايقه باش نوجد الغداء والعشاء ديالي، حتى هو نخليهم واجدين، لان كما قلت لكم غادي نقيل على برا كما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. واخا نرجع في الساعه ديال الغداء، يعني نرجع في الساعه ديال الغداء نتغدى، نرجع مع ديك 3 ونرجع ان شاء الله عاوتاني نخرج مع ديك 4:30. يعني يلا يعطيني يلا يعطيني الوقت نصلي ونتغدى وصافي، ما نقدر نوجد والو. لهذا وجدت يعني حتى العشاء، عاوتاني من بعد غادي نرجع حتى نتسعد لي، اللهم نوجد كل شيء بكري. المهم باش ما نحرق لكم شيء، خليكم معايا حتى اخر الفيديو ان شاء الله. دابا ندوزو باش نوجدوا الماكله ديالنا. صافي البنات، هنا من بعد ما صليت كما كتشوفوا غادي نوجد اليوم معكم اكلات الكوارع. كما كتشوفوا البنات عندي هنا واحد راس ديال البصله كبير، واحد البصله، وعندي 4 سنينات د الثومه، خليتهم هكذاك صحاحين لان غادي يذوبوا مع الطياب. نتوما عارفين هاد الرجيلات ولا الكرعين ولا كل واحد شنو كيسميهم، انا نقول لكم بالمصريه الكوارع. النهارده عندي حتي اكلت كوارع، انما ايه. الله الا نضحك معكم شويه على الصباح. كما كتشوفوا طبيعه الحال عندي هما مشويين ومغسولين مزيان، وانا وجدت هادشي بالليل، يعني شللتهم وداكشي، وكانوا عندي يعني مغطين في النبيره. وحتى الحميص البنات كان عندي يعني مطيب نص طيبه، غير النص، وكنكملوا الطياب من بعد مع هاد الكرعين. صافي هذه بالنسبه لهاد الماكله البنات، عملتها للغدا لان نتوما عارفين هادشي شويه قاصح، حسوا الغدا ما يمكنش يعني يكون العشاء. عملت هذه للغدا، وغادي ان شاء الله نوجد واحد الطورطيه ما غاديش نشاركها معاكم، حيت سبق لي عملت هذيك الطورطيه اللي كنعمره بالسليمي من داخل، غادي نوريها لكم من بعد معدله، ولكن ما غاديش نشاركها معكم باش ما نطولش. يعني رديت هذا الشيء طيب وبديت كنعمل في الطورطيه واحد الشلاضه خفيفه ما غتشوفوه هنايا البنات، كنعمل العطريه العاديه. المهم انا بغيت عين نشارك معكم النهار ديالي اليوم. عملت شويه د الملح على حسب الذوق، عملت شويه د الزعفران ولا كولورانتي، والزيت بلديه. انا دائما كنطيب الزيت بلديه. هنا غادي نعمل سكينجبير معلقه صغيره حتى هي كما كتشوفوا. المهم انا قلت لكم هنا الابزار، زعما فحال اللي كنوريكم كيفاش تطيبوا الكوارع، ولكن سبحان الله يقدر يعني بزاف ناس ما كيطيبوهمش بالطريقه ديالي. المهم نوريكم الطريقه ديالي. هنا غنعمل واحد شويه الفلفله حمراء حتى هي، وكما قلت لكم ديما غادي نحاول زعما نخلي الماكله ديالي طيبه. وهنا غادي نعمل هذه غتكون شويه مبدله على الطياب ديال الكوارع. انا عملت الصحتر البنات، انا كنحماق على شي حاجه اسمها الصحتر في الطياب، ديما كنطيب به دائما. من بعد غادي نعمل المعدنوس حيت نسيته، عملته من بعد ولكن ما كنتش كنصور حيت عندي مقطع في الكونجيلاتور، جبدته من بعد وعملته المعدنوس والقزبر، عملت شويه شويه. صافي البنات كما كتشوفوا غادي نخلط مزيان هكذا ونخليهم حتى يتشحروا كما معودين. هذا هو الحمص كما قلت لكم، كنسلقوا يعني غير شويه، يعني ما يوصلش للدرجه انه يطيب، باش كيكمل يطيب من بعد مع هذيك، حيت كنخاف من بعد ساعات كيكونوا هاد الكرعين ما كيطيبوش دغيا والحمص كيدوب، من بعد ساعات كيكونوا هما كيطيبوا والحمص كيتعطل. اللهم كنخليهم حتى نشوفهم هما طايبين، وديك الحمص كنطيبو نص طيبه عاد نعملوا معاهم. صافي هنايا البنات كما كتشوفوا تشحرت يعني مزيان، يعني شبرت داك اللون ديك العطريه وتشحرت. ودابا غادي نزيد عليها البنات المطايب، انا ما عملتش المبارد، كنعمل المطايب كما كتشوفوا. صافي وغادي نشد عليها كما معروف يعني الكويرعات ولا اي ماكله نشدوا عليها في الكوكوط. صافي هكذا غطيتهم لانهم كيتعطلوا شويه في الطياب، غطيتهم وغادي نخليهم ان شاء الله يطيبوا مزيان. عاد ديك الساعه ان شاء الله نعمل عليهم الحمص ديالي كما غتشوفوا. صافي البنات اليوم عندي واحد التحدي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. انا غادي نقول لكم شنو هو التحدي ديالي. التحدي البنات، المهم نكمل معكم هذا الشيء ونقول لكم شنو هو التحدي. صافي البنات كما كتشوفوا ها هي التورتيه ديالي، انا عملت واحده وقسمتها بالموس على جوج، ما بغيتش يعني ما بقاليش الوقت بزاف، بغيت نزرب عملت غير واحده وقسمتها حتى بردت شويه. وهنا عملت شلاضه عادي يعني غير بمايس والجعده محكوكه والتون والبصله مقطعه رقيقه وصافي، يعني شي حاجه اللي خفيفه وظريفه كما كيقولوا. وهادو كوارع بالنسبه للبنات، هادو عندي للغدا كما قلت لكم مع شويه الزيتون وداكشي من بعد.
والشلاضه عندي مع التورتيه اللي غنغطيهم مزيان بالسلوفان وغنعملهم في النبيره بالنسبه للشلاضه والتورتيه. وهذه غنخليها غير على برا لان باقا سخونه بزاف، غادي نخليها ان شاء الله غير على برا باش نتغداو بها من جايه سخنه. وهذوك كما قلت لكم نغطيهم بالسلوفان ونعملهم في النبيره ان شاء الله باش في الليل، يعني نتوما عارفين الليل دائما كنحتاجو شي حاجه خفيفه. ودابا البنات دوزوا معايا. صافي البنات ها نتوما كتشوفوا دابا عاد نقول لكم صباح الخير عليكم. دابا عاد نقول لكم صباح الخير، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ دابا عاد تفقت تفقت. دابا جبرتوني البنات ماشيه الكافيتيريا ديالي. كما كتشوفوا دائما كنصبح لها الطيور، غزالين هاد الطيور هادوما كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نمشي ان شاء الله الكافيتيريا ديالي، واليوم التحدي اللي عندي غادي نخدم بالحجاب ديالي وبحوايجي الطوالين، يعني بالحوايج اللي كنخرج بهم وبالحجاب. وصراحه صراحه ما كنتش غادي نخدم، يعني مشيت غير كنت غنقضي شي غراض ودكشي، ومشيت وجبرت الناس، يعني عنده الناس كانوا بزاف وبزاف الطباسيل خصها تغسلوا. ها نتوما كتشوفوا السينيور ديالي، حاولت نزرب شويه الفيديو باش ما يجيش طويل. صافي وغادي ندخل نغسل تما واحد بلعاد القشوع. المهم الماكينه هي اللي غتغسل، وهو عنده واحد السيطه ديال الطبيب، غيمشي ليله وغنبقى انا. والتحدي هو ما غاديش نبدل، ما غاديش نعمل لبسه الخدمه ولا الطربوج الخدمه، غادي نخدم بالحجاب ديالي. والحمد لله كان واحد التفاعل غزال مع الناس، يعني الصراحه الصراحه واحد الفرحه زعما كبيره، لان الناس ما ردين لكش حتى البال داك البانو، عاد الوجه ديالي مغطي، يعني كنت في حمولات الخيبر شوفوا. والله العظيم كنت غتقول عامله خمار، ما رديتش البال حتى كنت كنشوف الفيديو غاد كنلقى راسي، يعني اش غنقول لكم، لابسه داكشي كحال والماسكاريه كحله والريبيكه كحله، قلت ويلي ويلي. ولكن الصراحه الصراحه زعما الناس عندهم هنايا قال لك كاينه العنصريه، الحق يتقال. انا 12 سنه في اسبانيا عمري في حياتي ما صادفت زعما شي حد عنصري معايا، والحمد لله. والدليل هو هذا، انتما كتشوفوا يعني خدامه بالبانويلو ديالي وكل شيء بوبليكو، يعني كنسربي الناس والحمد لله. الناس عادي ما كاين حتى، الناس كيعرفوني اصلا البانويلو، كنجي تما كندخل مني كنبغي نبدل عليا اللبس اونيفورمي ديالي، كيعرفوني اصلا في الزنقه ولا عاد دابا، يعني كنمشي ديما للكافيتيريا نجلس فيها. ولكن زعما في الخدمه كنخدم ديما بلبسات الخدمه والطربوش. ودابا كما كتشوفوا خدمت هكذا، ولكن الصراحه الصراحه والله الا كما قلت لكم الحمد لله الناس يعني عادي بحال اللي ما عامله والو، لا مغطيه راسك ولا وجهك ولا عادي، الوجه بطبيعه الحال دابا العالف كامل هكذا. صافي كما كتشوفوا هنايا جات واحد ليانا طلبت لي قهيوه واحد كرواسان. المهم زعما كنت كنحاول نصور هذا، ولكن نتوما عارفين ما يمكنش حدا كليان غتبقى تقلب التليفون ولا شي حاجه، شويه كتجي ناقصه، حتى نشري داك اللعيبه اللي كيتركب فيها التليفون وكتبقى تقلب راسها فيما مشيتي التليفون ديالك كيتبعك، ولا خصني بالكاميرا يعني د الحانوت نيت نبقى نسجل داكشي في التليفون. ولكن صراحه ما زعما ما كنتش كنقول غنشارك هيدا معكم راسي ولا شي حاجه، ولكن غير ملي يعني عملت بغيت نسر بها هكذا وانا لابسه عليا حوايجي والبانويلو ديالي، قلت غير نسجل يعني غير تجربه. وملي عملت فيديو قلت والله تنشاركو يعني معاكم ونشاركو مع الناس باش الواحد يعني يقدر يخدم اذا كانت عنده يعني الاراده والعزيمه كما كنقولوا تخدم في ما كنتي في اي بلاصه ويعني بالحجاب ديالك ولا هادشي اللي كاين. مهم ما غاديش نزيد نطول عليكم بالهضره، غادي نخليكم تكملوا الفيديو حتى الاخر. وما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق وتقولوا لي كيف جاتكم الحموقيه ديال هذا الفيديو ديال اليوم. صراحه مشيت لبلايص اخرين ولكن ما قدرش يعني نعمل لكم كل شيء، حتى مره اخرى غنشارك معكم باقي هذا الفيديو ان شاء الله، ونخليكم حتى فيديو اخر. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك واشتراك في القناه اذا كنتين اول مره كتشوف القناه ديالي بطبيعه الحال. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم ان شاء الله باش يكونوا عندنا مشاهدين اخرين جدادين، ونخليكم حتى فيديو اخر باذن الله.
Thank you.